المحاضره بتاعت الدكتور عمرو ده اهم اسباب الفورم بيس في الجيوغرافيك كارير اللي احنا عايشين فيها. الريكتس باختصار هو نقدر ننتج انوار يبقى افضل ولا ريكتس is caused by failure of osteoid to calcify. The osteoblastic function is normal, في osteoid, لكن the osteoid does not calcify or ossify. ولذلك الميكانيكال سترينث بتاعه ما بيبقاش زي النورمال بون. في كلينيكال ديسوردرز اسوشيتد ويز ريكتس مقسمينهم لجروبس اكثرهم شيوعا اللي بنتعامل معاه هو النيوتريشنال ريكتس ده اللي بيتشاف كتير جدا وبيتشاف ات يانجر ايج وممكن يسبب سيفير ديفورمتيز في السنوات الاولى من العمر. الجروب الثاني اللي هو بين الاوستيو ديستروفي ده مهم جدا في اعتقاد مغلوط ان اي رينا ريكتس لازم يبقى معاها رينا الفيلير لا بس رينا الاوستيو ديستروفي دول بيبقى اسوشيتد مع رينا الفيلير ايا كان السبب توكسيك جلوميرولونفرايتس اوتو اميون كونجنتال ديسوردر في الكيدني ده اللي بيبقى معاه كرونيك رينا الفيلير وغالبا هتلاقي العينين دول بيخسروا او ليتر اون اذا بقوا كانديدتس فور رينا ترانسبلانت. في انواع تانية من رينا ريكتس مش شرط يبقى معاها رينا الفيلير اطلاقا اللي هي تيوبلر ديفكتس ممكن تبقى بروكسيمال وممكن تبقى ديستال تيوبلر ديفكتس او ممكن تبقى بروكسيمال اند ديستال تيوبلر ديفكتس. وفي النوعين الشهيرين ايا كان التقسيمات بتاعتهم الفيلير اوف هيدروكسيليشن اوف فيتامين دي عند الكيدني في الالفا بوزيشن 1 الفا بوزيشن في الكيدني او ان هو يبقى ريزيستنت ريكتس يعني اتس ويل فورمد لكن في ريسبتور فانكشن بيخليه نوت افكتيف الاكشن بتاع الفيتامين. طيب احنا قلنا المصطلحين تعرف ريكتس النيوتريشن ريكتس قلنا الفاندمنتال فيلير از فيلير اوف اوستيويد تو كالسيفاي. هنا دي الجروث بليت هنا الميتاكسس وهنا الابيكسس الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن وزون اوف بروفيشنال اوستيفيكيشن هي دي اللي بيبقى فيها الديفكت ما بيحصلش كالسيفيكيشن وما بيحصلش اوستيفيكيشن نتيجه الانفيشن اوف بلاد فيسلز والديكي اوف كارديو سيلز ولذلك بيفضل اوستيويد كما هو نوت كالسيفايد اند نوت اوستيفايد مع الجروث هيبتدي الاوستيويد ده يتوجد في الميتاكسس العظمه بتاعت الجلوتيون يبتدي بعد كده ينزل للتاكسس وهو ويك الميكانيكال بروبرتيز بتاعته ويك فمع الويت بيرنج يبتدي يحصل ديفورميتيز ايا كان اتجاهها. طيب زي ما قلنا الاوستيوبلاستيك فانكشن نورمال لكن الاوستيوبلاستيك ريزولشن اوف اباندنت اند كالسيفايد اوستيويد داز نوت تيك بليس زي ما قلنا انه بيفضل ينزل لحد ما يوصل للتاكسس ويحصل الديفورميشن مع الويت بيرنج دي ميكانيزم اوت فرونتير اوف كيرس. يعني الريكتس از جنرالايز سكيلتون ديسوردر يتشاف في مين بارتس اوف سكيلتون ذيس از اكتف ريكتس لكن اتس نوت فيري سيفير نلاحظ الوايدنج اوف جروث بليت والايروجنز عند الميتافيزيكال بارت اوف جروث بليت. اللابوراتوري فايندنجز اللي ممكن نشوفها في الريكتس الكالسيوم الفوسفورس والالكالينكوسيتيز والفيتامين دي ليفلز والباراثيرويد. ايه اللغة اللي بنستخدمه موست كومنلي في كلينيكال براكتس؟ بالظبط هو بتاع الكالسيوم فوسفورس والالكالينكوسيتيز بيكتبوا مع بعض يعني مهمين الثلاثة بس هو الالكالينكوسيتيز هو المؤشر الأقوى. بعض المعامل ما بتكتبش الليفلز بتاعت الأطفال بتحط الليفلز بتاعت الكبار معظمها يعني و بتكتب لك ان في اليفيتد الكلاين فوسفاتيز فلازم تبقى عارف ان الاطفال الليفلز بتاعتهم اعلى من الكبار عشان ما تشخصش. الباراثيرويد هرمون طبعا ملوش كلينيكال رول ممكن يبقى له اكاديميك رول في الصيد بس مش كلينيكال رول هو في سنه في نهايه المقبره بس مش هي دي اللي بنشخص فيها الريكتس. طيب دي كلينيكال فايندنجز اللي بنشوفها في حالات الريكتس هو ايه هو الموست كومن انا مش كاتبهم بالترتيب اللي غالبا بنشوفه في دول ممكن حد يكتبهم لنا كده اللي غالبا بيجوا بريزنت بيهم العيانين كاعراض الديفولت
صح. ايه تاني؟ كويس. الفونت في حاجه ثانيه. الجيت بالظبط. بعضهم بييجوا بالوادن جيت لان بيبقى عندهم ميتابوليك تايب، هو مش بيأثر بس على الايه الفيتامين دي، بقى برضه الهرمون اكشن بتاعه نوت افكتنج بون اون اونلي، فبيحصل سام سورت اوف ايه مايوبثي، وده اللي بيفسر بروبرنت ابدومن، فبيبقى الجيت زي ساعات بيدي زي الوادن جيت. والوادن جيت ممكن يبقى ليه اسباب ثانيه في حالات الجيتس مش المسل فلوبنس بس او فلوبنس. ايه تاني اسباب الوادن جيت؟ زي عندي متاخر شويه ديفورمتي بتاعت اليمين. مين ديفورمتي؟ مين؟ هيبة. كنت عند كوكس بارا وده سبب تاني اكزجريتنج جدا. طيب البرزنتيشنز ثانية ساعات بتيجي في الليكتس. فهنا من الموجودين دول؟ الديليت مايلستونز بتتشاف ساعات. ساعات هو ده من برزنتيشنز ثانية. اتأخر المشي او الوقوف بتاعه عن اقرانه واخواته اللي في السن ده. من اسباب الديلي مايلستونز اللي هي الحاجات اللي هي نان نيورولوجيكال يعني. طيب الكلينيكال ديفورمتيز، عيان عنده جينو فارم او صراحه من جينو فارم هو تيجي البابنج، هو تيجي البابنج ماكسيمم بين مبدئيا يعني من الكلينيكال فوتو ليك في الديستربيرن. ممكن عيانة تيجي بايلاتر جين فاردن، ممكن بيونيلاتر جين فاردن، ممكن بسدير بايلاتر جين فاردن. هي طبعا عيانة كبيرة، لكن لما يكون حد كبير في السن كده غالبا بنفكر في ايه؟ ان يبقى فيه element of resistance، بس هذا لا يمنع انه ممكن يبقى نيوتريشنال في هذا السن، بيتشاف كتير. simply nutritional defects في السن ده. لو المفروض ان احنا بنقول بيختفي عن سن 30، اغلبيتهم بيختفوا وبيبقوا فيه سواء بالسن اكسبوجر او بالدايت. بس ساعات الـ very retarded lifestyle أو very poor nutritional status و under exposure to sun بيدي هذه الصورة. برضو هنا تيجي الباوين ولاحظ البروتين في الإبسس. This is also deformity. Deformity بس ما هي جينو فارم و جينو فارم. Broadening of the Ibsis is also deformity. طيب إيه deformity موجودة هنا في الباوين؟ هو جينو فارم و جينو فارم. ديفورمتي في انهي بلين؟ في انهي مستوى؟ كورونا بلين. في ديفورمتي ثانية بتظهر في الليكتس في بلين اخر؟ في السيشن بلين ده بتيجي الكايتوس برضه من ديفورمتي اللي بتشاف في الليكتس. ده زي ويك سويفت ديفورمتي اللي يقال عليه ويك سويفت ديفورمتي بارتس على ناحية اي كان منشأها تيجي بالفيمر وفالجام على ناحية. طيب شايفين البرودنج اللي في الليكتس؟ This is a common deformity في ال metabolic bone disease أو في ال بس البروتين أو في الريس برضه بيتشاف من سيشن هو الريس جنرالايز سكيلتال ديسوردر. طيب في دي وي منشن اول ديفورمتيز اللي هو ليه ديفورمتيز في الليكتس في حاجه نسيناها. احنا قلنا السيشن بين فرونتيز الفارس والفالجس، قلنا السيشن بين فرونتيز والتيبيال كيفوزز او يعني ريكوفيرم، قلنا اللوكال تكنيك في اللور اند اوف بونز عند الابيسيس. في ديفورمتي ثانيه نسيناها؟ الترانسفيرس ان ديفورمتي الروتيشنال ديفورمتي دي مهمه جدا في الريكتس. انا هنعرف بس بعض الفيديوز بس بعدين. الريديوجرافيك فيتشرز بتاعت الريكتس اكتف النيوتريشنال ريكتس هنقول في الاول، لان الريزستنت ريكتس لو سبيشال يعني سبيشال ريديوجرافيك فايندز مش موجوده في النيوتريشن. بس مبدئيا النيوتريشن ريكتس في اكتف وهيلينج وهيل دي تبقى ايه؟ دي تبقى اللي فيها ايه؟ في ساينز اوف اكتيفيتي. ايه هي ساينز اوف اكتيفيتي؟ هو الكراشن الفريينج الريجولاتي عند المتغذيه الاند بتاع الفايسس الكامينج التقاعد ده والبرودنج ووايدنج للريكتس والريجستنسي دي تبقى ايه؟ يعني تصنفها ايه من الثلاث ستيجز اللي احنا قلنا؟ هيلينج يعني هي في اكتيفيتي بس هيلينج يعني هي ما بتعملش بالكامل لان ما زال فيها انت بتقولي فعلا فيها كابينج وفيها شويه تري بس في دانس لاين هنا ما بتعملش بوينتر في دانس لاين مقطع شوكولاته مستقر
بنفيت هتدوس على ايه؟ اول واحد الانسلاين ده ابتدى يحصل ايه؟ ده يبقى ايه؟ ده يبقى هيل تماما خلاص ما عادش فوت ما عادش في وايتنينج في الفايسس وما عادش في فريم والدنس لاين اللي هو موجود عن الميتابسيه برضه ذا بيوس از ويل فورمد الا ان السكيول فورمز دي ممكن تفضل احنا بنتكلم بس على الاكتيفيتي اوف ذا ريكتس البوني فورمز دي ممكن تفضل او بريموديل بعد كده حاجه ثانيه الريسستنت ريكتس احنا بنتكلم في الريليوشن فايندنجز في الرينال اوسو ديستروفي وزي ما قلنا رينال تيوبولار ديفكتس او الفيتامين دي ديبندنت والتاني ده في تايب 1 وتايب 2 والتاني يمكن بيتقال عليه فيتامين دي ريزيستنت الرينال اوسو ديستروفي لومن ديفيشنسي هو باختصار الرينال اوسو ديستروفي ايا كان السبب بتاع الرينال انسلت هتلاقي غالبا العيان بيرسل خلاص هتلاقي هو كومبينيشن اوف ثلاث مانيفستيشنز مانيفستيشنز بتاع تريكتس manifestations بتاعك second hyperpara or hyperparathyroidism دي بتبقى more severe عن nutritional rates اللي فيها manifestations more severe اللي مش موجوده هنا كلها عشان الوقت بس و manifestations of skeletal retraction وبرضه generalized skeletal affection من الحاجات الكاركترستيك اللي تيجي فلينا الاوسي ديستروفي اللي هو سليب كابيتال فيمورال بيرس دي عينه كانت جات لنا يعني متسببت كده هو ما بيحصل فيهم فيلير برضه في التسليم ودول عينين السيف كابتال فيمورال بيرسس اللي بيجوا ات ان ايرلي ستيج هم غالبا بيجوا بري مناركي وفي البويز برضو ات اراوند 12 تو 13 دول بيجوا ات فيري يانج ايج لازم تبقى فاكر ان هو ده مش كافيك ستيج غير طبعا بيبقى فيه كاركترستيك فايندنجز ثانيه بيجو بسكيلتال فورمز برضه حد كان عليها اوستيوتومي هي كان عندها جين بارجر مع الناحيه الثانيه والظاهر كان في جين بارجر هنا وعمل لها اوستيوتومي ومن غير تثبيت دي برضه كانت نفس البيشنت اللي كانت لنا بهذا الشكل غير بقى المانيفستيشنز بتاعت السكند هاي بارا كلها اللي هو السابليجامنتس والسابليجينيس ابزوربشن والكاركترستيك اللي بيجي في السكند سابليوس ابزوربشن بيجي في السكند ري والسباين افكشن والبراونز تيومر كل دي مانيفستيشنز للرينال اوستيوتومي التيوبولر ديفكتس اللي هو الهايبوفوسفاتيميك ريكتس اي كان نوعه طبعا يو هاف تو ورك ان كلوز اسوسيشن وذ بيدياتريك اندوكرينولوجيست اند بيدياتريك نيفرولوجيست العيانين دول ممكن تشك فيهم ازاي في كلينيكال براكتس يعني بيبقى سنهم كبير غالبا ممكن تديهم علاج they are not responding والحاجه اللي تشك في كلينيكال براكتس ايه؟ الحاجه اللي تشك في كلينيكال براكتس تخليك تشك ان ده مثلا هايبوفوسفاتيميك أو resistant rickets من الواقع الممارسة elevated phosphate in urine؟ لا clinical هو غالبا كنت عامل اوستيوتومي قبل كده وبكده غالبا يعني بتشوف يعني بعض عينين عمل اوستيوتومي قبل كده وبكده لازم فاكر ان هو كان ايه not controlled او not healed من الاساس ما تشخصش ان هو resistant rickets بيتعامل على انه nutrition rickets طيب زي ما كان بيشرح لنا الدكتور عمرو لازم يتعمل اللونج فيلم نوت ان افري كيس بس اتس بيتر لان الديفورمتي لازم تحدد الديفورمتي موقعها في التيبيا ولا في الفيما وفي التيبيا اللوكيشن بتاعها فين واذا كان في اكتر من ايبكس في التيبيا او اكتر من ايبكس في الفيمر عشان تعمل بلاننج للكوريكشن بعد كده. ده عيان من التيوبولر ديفكتس generalized tubular defects proximal distal حاجه اسمها فانكوني سيندروم سكند ممكن يحصل لهم رينال انس تحصل له رينال انس بروديس عشان البايكربونيت ري ابزوربشن كده والاسيدوز بيحصل هي اراوند 16 years بس طبعا دي من الحاجات اللي بتسبب السنت كونسيستنت ريكتس لو ما تعالجش بيسبب بروبوشنال دوارفيز والفورمز جنرالايزد في البروكسيمال هيومراي وبوث فيمورال بسبب pathological fractures he has to be very well controlled مع pediatric nephrologist كان معروض عليه ان هو يعمل لينا ترانسبلانت بس he refused I asked المرض يعني طيب always work in close association with the nephrologist and endocrinologist طيب ايه definition diagnosis يجي معايا او ايه الاكثر شيوعا في clinical practice ان هندخله في definition diagnosis ريكتس مع حاجه ثانيه لونج ديزيز
البلاون، البلاون صح. والبراكتس الخارج البلاون يبقى نمرة واحد خارج مصر يعني او خارج المنطقة بتاعتنا، البراكتس هنا الريتس هو نمرة واحد، لكن البلاون بيتشاف هنا وهناك. طب ايه اللي هيفرق عليها؟ ايه الزاوية المرسومة دي؟ هنا يعني اصلها خط واحد بس على اللتر الاسود بتاع اللتر كوتكس او ذا تي بي. التمثيل ده الفيزيال انجل. ليها فاليو لو زادت عنها تبقى ديفينيت، وفي فاليو تبقى بروبابل، وفي فاليو تبقى بوسبل. ساعات بتعمل كونفيوجن الموضوع ده، هو ده ريكتس ولا بلاونت؟ لكن ايه دليل يفرق؟ يعني لو قلنا هنشوف كلينيكال ولا بيولوجيكال وبايوكيميكال. اولا بايوكيميكال عشان نخلص منه. معروف ان البايوكيميكال فايندينجز اللي بتستخدم ايه؟ بون بروفايل في الريكتس. طيب ايه دليل يفرق كلينيكال مع بيولوجيكال؟ ريكت البلاط البروجريسيف ريكت يعني هو ممكن السيمتري سيمتري في البلاط ولا في المرة مليون لا مش شرط. هو ريكت بيجي في فاريس ديز يعني ممكن تبقى ناحية مور افكتد والبلاط ممكن ما هو يجي يوم لا، لكن السايكل بيفورمت في البلاط بتبقى فين؟ في العظمة في البروز نتيجة الفيزيال أو فايزيال يعني الفرونت بتاع الريكتس. نعم بروز نتيجة بس يعني الريكتس ما ننساش ان هو جنرالايز سكيلتال ديسوردر. البلاند ريستريكتد باثولوجي البوست ميديال بارت بتاع الكريسس يعني الكريسس او الفايسس او سب فايزيال. الريكتس از جنرالايز سكيلتال ديسوردر. ممكن الفرونت هنا باينه في الدستر والريكتس ممكن يعمل سيرش تبدين الفرونت. الحاجات دي ما بتشوفش في البلاند ده مش براون خالص. الريكتس ممكن الديفونتي ما تبقاش بروكسيماتيكا، ممكن تبقى في الميد شافت او ممكن تبقى عند جانكشن اوف ذا ديستال عند ديفيرت، وممكن يبقى فيها فيمورال كومبوننت. فهو الحاجات كلينيكال اللي هتخلينا نفهم برضه هنا ده عنده ديفونتي فيمورال ديفونتي، والفيمورال ديفونتي از ابروتشنج الميد شافت. فده جوز ويز ايه؟ ريكتس ولا بلاون ده؟ ويز ريكتس. النقطة الثانية ان ايه اللي يمنع الريكتس والبلاون تيجوا مع بعض؟ مفيش حاجة تمنع، هو بيتشاف كتير. ريكتس مع بلاون تيجوا مع بعض. بيتشاف كتير جدا في البراكتس عندنا. البون ديسبليزيز احنا بس الموست كومن بون ديسبليزيز بيبقى ليها مورفولوجيكال كاركترستكس وبيساعد الجينيتكس ان انت تعرف المورفولوجيكال كاركترستيك، وليها طبعا البيولوجيكال بروفايل مميز. الاكوندوبليزيا هي الموست كومن يمكن. طيب بالنسبه للتريتمنت مهم جدا الميديكال تريتمنت، ان اف يو امبار اون ان اوستيوبي اون اوستيوبي بلاننج بيفور ذا بيشنت دي سي هيحصل ايه؟ نعم ولا ايه؟ بس ايه المشاكل اللي ممكن تحصل if you go correct the form of surgical من غير patient يبقى هي؟ ياسر الكارنس. ياسر الكارنس وطبعا لازم ننتبه للريزستنت ريكتس. الريزستنت ريكتس you have to work in close situation with a nephrologist. مهم جدا ان انت تديله الميديكال تريتمنت، ولازم يبقى في انستراكشنز لللايف ستايل. السن اكسبوجر دي اتليست كوارتر اوف ان اور دايركت سن اكسبوجر. ذا مور ذا بيشنت از ان كفر ذا مور ات از بينيفيشال اند ذا شورت ذا تايم ريكوايرد وي الكالسيوم ريتش تايم. فعشان كده بنقول فارماكولوجي از نوت انف، ولازم ننتبه للريزيستنت ريكتس. السيرجيكال كوريكشن الانديكيشنز ماي ديفورمتي مي كوريكت باي اتسيلف، يعني ما فيش ستريكت رولز بس بننتظر لورد 3 سنين كده بوسبلي يانجر. وبعدين بعد كده الاوستيوتوميز دي بتستخدم. المحاضره بتاعت الدكتور عمرو يمكن دي وافيه جدا، لازم نحدد اللونج فيلم وكلينيكال وراديولوجيكال. لازم نحدد سايت فرونتي از تيجر او فيمورال و او تيجر ان فيمورال، واذا كانت في تيجر اللوكيشن بتاعها، واذا كان فيها اكثر من ايبكس ولا ايبكس واحد بس. ساعات الفرونتي يبقى تيجر فيمورال،
ساعات الاثنين يبقوا سيفير درجه اثنين يحتاج يتصلحوا، وساعات العين يحتاج ديفورمتي اون اول فور بونز بوث تي اند بوث فيمرز تيبل كومبوننت، وساعات يبقى عندك اكثر من ابيكس ديفورمتي. ومهم جدا اللي احنا قلناه الديفورمتي اللي ممكن تتنسي في الكوليكشن وفيري كريتيكال وبتساعدنا جدا على بتساعد الاوت كام جدا. الروتيشن ما حدش يساعد. خلاص احنا خلصنا من اسهل وبسيطه بس. هنتكلم دلوقتي عن طرق التثبيت، بس احنا بنقول هل في اوبشنز ثانيه غير الاوستيوتنس نصلح بيها؟ الاوستيوتنس اي كان زي ما الدكتور عمرو كان بيقول لنا كلوزنج ويتش اوبنج ويتش وتحديد الديتيلز بتاع تحديد السايت اوف فولتي والسنتر اوف روتيشن والترانسليشن والكلام ده كله، دي تكنيكال ديتيلز مهمه. كل ده على الاوستيوتنس. في وسائل اخرى للتصليح غير الاوستيوتنس، وايا كان وسائل التثبيت في الاوستيوتنس. في وسائل اخرى للتصليح. الجايدنج كورد. وقلنا طبعا مهم التيلر فيرسس فيمورال. ده الاوبنج ويتش التقليدي. الاوبنج ويتش التقليدي في الاطفال الصغيرين غالبا ما بيحتاجش تثبيت، وبيكون الايم بتاعك انك تجيب بارلل جروث بليتس عند الانكل والتيليا عشان تظبط الميكانيكال اكسس. بدي على جين بلدم هو معي بس نيدز كوريكشن. الجين بلدم ده نظره ايه؟ يعني كان في دايما قاعده بتقول ان الجين بلدم مش قاعده بقى كلام من ابتدائي قوي، ان الجين بلدم لما تلاقي جين بلدم غالبا هتخش تعمل فيه مولر اوستيوتومي، ولما تلاقي جين بلدم هتخش تعمل فيه اوستيوتومي. بس نوت كولرز تو اللي انت هنا بص السلوك بتاع البروكسيماتيليا اللي رسمته من كام اكس راديشن لاينز، البلدس ده مصدره تيجا، فممكن تستخدم الجروث الجايد عفوا ده في كي واي من شات قبل ما نصوره. ممكن تستخدم في الادوليسنس يا بليتس، لكن لا احبذها ممكن تستخدم كي وايز، بس يبقوا في كي وايز واخدين تو كورسيز وممكن اثنين او ثلاثه اكوردنج والاورينتيشن بتاعهم كريس كروسنج عشان يدي ستابيلتي ان اور بليتس. يبقى بارس يتحول الى نورمال ميكانيكال اي ار بي. طيب انا بس ثانيه واحده احنا تو فيديوز. معلش انا التصوير سيء، انا مش منحرف تصوير، بس لو بصينا على الولد نبص على تاني ماشي. ايه المشكله اللي عنده في الجيت؟ التورشن. في حاجه مع التورشن. لاترال تراس. لاترال تراس بالظبط. بص عليه كتير حتى لاترال تراس كده. دي مميزه لايه؟ للبلاو. طيب ماشي. يعني ما حدش يعتمد عليه لوحده يبص. بس ثواني الفيديو الثاني. يعني القصة مش اكسسوارز، لازم نشوف البيشنس فرق. ده مش موجود. سؤال عندي. ايه اللي انت بتعمل ايه؟ معلش برضه التصوير المفروض تكون رافعه الجونيلا بتاعتك. عندها انتوينج سيفير انتوينج. حتى تشوف الفوت بروجيشن انجل فيها سيفير انورد ديفيشن. وطبعا مش هخش في كلينيكال ديتيلز، بس اي فوت بروجيشن انجل انتوينج مش شرط انها تبقى تيجر. ممكن تبقى تيجر لو تمر مسافه في العينه دي، ومعظم عينيها بتجي في السن ده غالبا هيبقوا تيجر، بس ده بيبان بال كاوش اكسبنشن. طيب انا بشكركم، ارجو ان يكون قدمت ملخص بسيط كده ذكرنا الديكتس وهاو تو دايجنوز والانديكيشنز بتاعت التدخل والبيك فولز اللي بتحصل سواء في التشخيص او في العلاج او في الانديكيشنز اوف سيرجي. سبب مهم جدا للديفورمتي في المنطقه بتاعتنا اللي هو ايه؟ الدكتور عمرو ادانا فيري انفورمتيف ليكتشر عن هاو تو اتاك سيرجيكال كيدني واتاك سيرجيكال كوريكشن.